بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم على قناة محمد عبده مع محتوى متعدد التخصصات اكتشف للصف الثالث الابتدائي الفصل الدراسي الاول، مع المحور الثاني العالم من حولنا بعنوان الاهتمام بعالمنا، والفصل الثاني منه المياه على كوكبنا. والنهاردة مع لقائنا مع الدرس الثالث من الفصل الثاني من المحور الثاني اللي هو يعتبر الدرس رقم 43 من بداية العام، الفرق بين الطقس والمناخ. تعالوا بينا مع بعض نشوف ازاي هنشتغلوا مع اولادنا سواء كان في البيت او في المدرسة. شغلنا طبعا من خلال دليل المعلم في الدرس ده من صفحة 220 الى صفحة 223 في الدليل. نواتج التعلم للدرس ده ان في خلال الدرس ده التلاميذ هيوصفوا الفرق بين الطقس والمناخ، وهيضعوا تعريف للمناخ، وهيوصفوا المناخ في البيئة المحلية. دي كانت اهداف درسنا النهاردة. بالنسبة للمفردات الأساسية في الدرس بتاعنا النهاردة، كلمة المتوسط وكلمة المناخ وكلمة عالم الأرصاد الجوية وكلمة الطقس، ده بالنسبة للكلمات اللي محتاجة توضيح. بالنسبة لمواد اللي انت هتستخدمها في درس النهاردة، محتاج جرس او اي أداة للتنبيه، ممكن سقفة مش مشكلة يعني، ورق مخططات او السبورة، وأقلام تحديد عشان الأولاد يحددوا بيها، ورسم توضيحي لمتوسط هطول الأمطار والسلوج ودرجات الحرارة في المنطقة المحلية بتاعتك، وممكن تستعين بالكمبيوتر عشان تجيب البيانات دي من خلاله. كتاب التلميذ ضروري طبعا، وقلم رصاص عشان الأولاد يسجلوا في الكتاب بتاعهم. بالنسبة لتجهيزك للدرس زي ما قلنا من شوية، هتعمل مخطط لحالة الطقس ودرجات الحرارة للمنطقة بتاعتك اللي انت فيها لمدة اسبوع، اعرض ايام الاسبوع ودرجات الحرارة في كل يوم، واعمل مخطط برضو بيبين حالة المناخ للمنطقة بتاعتك، ويعرض اشهر السنة ومتوسط درجات الحرارة اليومية لكل شهر، وقدم بيانات في صورة مخططات شهرية لمتوسط طول الامطار، يعني الشهر يناير فبراير متوسط درجة الحرارة كانت ايه في الشهر، والامطار هل هي نادرة ولا غزيرة ولا بالشكل ده يعني، وبرضو درجات الحرارة في المنطقة المحلية بتاعتك. وبدل من كل ده ممكن توفر البيانات دي من المصادر الموجودة في الكمبيوتر، وممكن قوي التلاميذ يجروا بحث عن البيانات دي ويطلعوها هم بنفسهم ويجيبوها لك، اذا ما كانش فيه في المدرسة متوافر جهاز كمبيوتر. طبعا اللي عنده في البيت يعني، اللي ما عندوش خلاص مش مشكلة، تقول لي مين اللي عنده، مش مشكلة يعني، لان انت اللي هتوضح بعد كده. المهارات الحياتية بتاعتنا من خلال تعلم لتعرف مهارة التفكير الناقد، لان هم هيحددوا المعلومات المتعلقة بالموضوع وهيوضحوا طرق التفكير بتاعتهم ازاي فكروا فيها. درسنا هو الدرس الثالث، وهو درس اكتشف لمدة الفترة بتاعتك، في بدايتها طبعا بنراجع اللي سبق قبل كده ونتأمله، وبعدين بنستعرض موضوعات درس النهاردة. فبتبدأ تقول لهم ان احنا تعرفنا في الدرس اللي فات ان المية بالماء بيتحرك على كوكبنا في دورة بتاخد عدة مسارات. التفتوا لزميلكم المجاور وشاركوا اللي انتوا بتتذكروه من اسماء المسارات المختلفة لدورة المية، زي التبخير مثلا والحاجات دي. الاولاد يقولوا بقى التبخر والتكثف وظاهرة الهطول وجريان الماء والمياه الجوفية اللي شرحناها في الدرس الثاني اللي فات بالتفصيل. ملحوظة لك انت هنا، ممكن تدي فرصة لتلميذ ان هو يدير الفصل في حركة اشارات الايدين بتاعت الهطول وبتاعت التكثف وبتاعت التبخر والحاجات اللي قلنا عليها، يرفع ايده للسماء ويضم ايديه، وفي حالة السلوج او البرد او الحاجات دي اللي شرحناها المرة اللي فاتت، والاولاد يكرروا وراه الحركات او الاشارات بالايد عشان يتذكروا بس الايه مفهوم الكلمات دي يعني. المية بيتحرك او الماء بتتحرك يعني في دورة، وده بيساعد على تكوين اللي احنا بنسميه الطقس. اتعلمنا طبعا بيساعد، مش هو كل الطقس، اتعلمنا في الدرس اللي فات كلمة الهطول، وده يعني مصطلح ادق شوية بيوصف رجوع المية الى سطح الارض، لان قلنا المية تتبخر وبعدين في تكون السحب وبعدين ترجع تاني تنزل على سطح الارض، فعودة المية الى سطح الارض ده بنسميه الهطول. طب ايه اللي بنطلقه عادة على المية السائلة اللي بتسقط من السماء؟ طبعا الاولاد هيقولوا الامطار، وبرضو هنبدأ نتعرض لهم بان بالطبع
احنا احيانا بتؤدي الدورة بتاعت المية الى سقوط الامطار، لكن في صور تانية لهطول الامطار هي ان تسقط المية مش على حالة سائلة لكن على حالة صلبة، وده طبعا ما بيحصلش عندنا في مصر، لكن معظمه بيبقى في المناطق الشمالية والجنوبية اللي هي الجليدية يعني القطبية. ولكن يعرف كل واحد منكم ايه بنطلق على ظاهرة هطول الامطار والسلوك اذا سقطت المية في الحالة الصلبة بتاعتها اللي قلنا عليها تلج او وابل من البرد، مش البرد، من البرد. وبرأيكم ايه الامور التانية اللي موجودة في دورة الماء اللي بتؤثر في الطقس بتاعنا؟ تقدروا تفكروا في امثلة تانية كده، شاركوا افكاركم وقولوا لي ايه هي الافكار دي. هيبدأوا الاولاد يتكلموا في الجزئية دي، هنقول لهم طبعا احنا يعني انا مسرور منكم عشان بتتواصلوا تواصل رائع، اذا كان الجو حر وفي هواء رطب يعني بتحس كده زي ما بنقول كده جسمك ملزق، دي اللي احنا بنسميها الرطوبة. اذا شفنا كتير من السحب في السماء بنقول ان السماء غائمة، دي هي كل الاوصاف لحالة الطقس المتعلقة بدورة المية. التفتوا كده للزميل المجاور وناقشوا معاه الحالات التانية اللي بنوصف بيها الطقس واللي ما بتتعلقش بدورة المياه او دورة الماء يعني. انتوا بتتذكروا كتير عن الطقس لان درسوه قبل كده الاولاد طبعا السنة اللي فاتت خدناه وتكلمنا فيه بالتفصيل. هنقيس حرارة الهواء بتاعنا او البرودة بتاعته لما بنصف درجة الحرارة، يعني بنقول درجة الحرارة كذا، ده معناها ايه؟ معناها برد، معناها حر، وهكذا. اذا كان الهواء بيتحرك بسرعة فبنقول عليه الجو عاصف، وطبعا دي بنقول عليها رياح، والرياح عرفنا المرة اللي فاتت ازاي بنقيس سرعتها، ومع اعتبار كل هذه العوامل كيف تصفون حالة الطقس النهاردة. يعني ما اتكلم على حالة الطقس هتكلم على درجة الحرارة، هتكلم على الرياح، هتكلم على السحب والأمطار وهطول الأمطار، دي كلها بتتضمن الطقس بتاع النهاردة. مشاركة الحي عن الطقس زي ما قلت زي درجة الحرارة أو الهطول اللي هو نزول المطر يعني، وسرعة الرياح وكمية السحب وغيرها من المواصفات أو الأحوال اللي بنتكلم عليها. إذن عايزين نعرف بقى يعني ايه طقس؟ يعني حالة الجو على مدى فترة قصيرة، الفترة القصيرة دي حالة الجو، خدوا بالكم حالة الجو فترة قصيرة لمدة ممكن دقيقة، ممكن ساعة، ممكن يوم، ممكن اسبوع. اذن الوصف هنا للطقس ان هو حالة الجو في مدة قصيرة. نقدر نوصف درجة حرارة الهواء ونوع هطول الامطار وسرعة الرياح وغيرها من حالات الجو. عالم الارصاد الجوية هو عالم هدفه دراسة الطقس، بيدرس عالم الارصاد الجوية انماط الطقس عشان يتمكن من ان هو يتنبأ على الانماط اللي موجودة او على اللي موجود حاليا باللي متوقع بعد كده، ودي اللي بنقول عليها التنبؤات، ودي بتساعدنا في ان احنا ناخد احتياطاتنا في التنبؤات دي، سواء كان الجو بارد بنلبس تقيل او في رطوبة او حر بنخفف من ملابس وهكذا. برأيكم ايه نوع المهارات اللي المفروض ان هو يكتسبها عشان يصبح عالم ارصاد جوية؟ طبعا بيستخدموا الكمبيوتر عشان يبحثوا عن الانماط اللي موجودة في البيانات وبعدين بيعملوا التنبؤات بتاعتهم. اكتب له بقى على السبورة كده درجات الحرارة دي، اكتب 29 درجة مئوية، 29 كررها مرة تانية، 27 27، 25 25، وبعدين 23، عشان هنقول لهم دي ايه وايه النمط اللي موجود هنا. طبعا واضح ان النمط انها بتقل، بتثبت يوم وتقل درجات الحرارة، يعني يومين في نفس الدرجة ثم تنتقل الى درجة اقل بدرجتين وهكذا درجتين واحنا ماشيين، من 29 الى 27 الى 25 الى 23، وبالتالي هتبقى اللي هيتنبأ بيها عالم الارصاد انها 23 اللي هي القادمة، عشان الجزئية دي هنسأل عليها في الصفحة اللي جاي.
هنقول ده رصد البيانات درجات الحرارة، في رأيكم كيف سجلت درجات الحرارة؟ طبعا بيتقاس درجات الحرارة من خلال الترمومتر والكلام اللي اتكلمنا فيه السنة اللي فاتت. في أي وقت من العام الدرجات دي اترصدت؟ طبعا اترصدت في وقت كان شتاء، لأن درجات الحرارة يعني منخفضة تقريبا، يعني او ممكن تقول لا ده فترة ربيع، ماشي على حسب الجو اللي عندك في المنطقة بتاعتك. ايه الانماط اللي انتوا شايفينها؟ زي ما شرحت من شوية وقلت ايه النمط بتاعنا، هيبدأوا الاولاد يشاركوا الانماط وهيقولوا تكرار الدرجة على يومين وبعدين نزول بدرجتين وهكذا. طب ايه الدرجة اللي بتتوقع انها تكون اللي بعد كده اللي قلنا عليها 23؟ ملحوظة لك انت، دي فرصة رائعة عشان تناقش مهارة التفكير الحاسوبي عشان يتعرفوا على الانماط. وسع نطاق المحادثة دي شوية ودرب على المهارة دي من خلال طرح اسئلة تانية لانماط تكون مرصودة عندك في بيانات الطقس، بتشمل دراسة الانماط البسيطة للارصاد الجوية، ملاحظة درجة الحرارة في الاسبوع الاول مثلا من شهر يوليو لمدة 10 سنين. هنا هندخل بقى في ايه؟ في المناخ. لمدة 10 سنين، الاسبوع الاول كان في يوليو درجة حرارته كذا، في سنة كذا، وفي سنة كذا، وفي سنة كذا، وكذا، عشان الاولاد يبدأوا يقارنوا، وبعدين خليهم يلاحظوا برضو ان درجة الحرارة قبل العاصفة لما يكون في عاصفة مطيرة وبعد العاصفة بقليل. قمنا بعمل تنبؤات رائعة، ده اذا كان الاولاد عملوا الابحاث بتاعتهم يعني، او اذا كنت انت عرضت عليهم الحاجات دي. المفروض ان عالم الارصاد بيملك مهارات التواصل الجيد. مين يتمنى ان هو يصبح عالم ارصاد جوية في يوم ما؟ يرفع ايده كده. طبعا الاولاد اللي عايزين هيرفعوا ايديهم، واللي مش عايزين مش هيرفعوا ايديهم. هنقول سواء اذا كنت انت مهتم بالعمل في دراسة الارصاد، دراسة الطقس يعني، او ما كنتش، فالمهم ان تأثيرها بيشملنا كلنا، تأثير الطقس ده بيشملنا كلنا. عشان كده تعالوا بينا نتعرف على ازاي نوصف حالة الجو حوالين مننا. عرفنا ان الطقس هو وصف حالة الجو في فترة زمنية قصيرة، زي دقيقة، زي يوم، زي اسبوع. سمعتم كلمة المناخ قبل كده؟ اتكلموا مع زميلكم المجاور، يعني عن اين سمعتوا هذه الكلمة وتعرفوا ايه عنها، ويقولوا الاولاد ان احنا سمعناها في الاخبار مثلا، سمعناها في او شفناها في الدروس بتاعت العام الماضي كده يعني. اذا كان الطقس بيوصف حالة الغلاف الجوي في فترة زمنية قصيرة، يبقى برأيكم ايه المقصود بالمناخ؟ طبعا الجملة دي فهمت الاولاد ان برضو هتبقى حالة الطقس حالة الغلاف الجوي بس في فترة زمنية طويلة. طيب تعالوا نشوف برضو حاجة تانية كمان. هنقول لهم سبق ان احنا اتكلمنا بقى عن المناخ لما درسنا البيئات المحيطة في الدروس اللي فاتت، وبتستخدم كلمة المناخ لأنماط الطقس ووصف حالة الجو على فترة زمنية طويلة. ده المناخ، يعني أشهر أو أعوام أو فصول، اللي هي الفصول السنة يعني. برضو بتشمل البيانات اللي بتجمع في منطقة. نفترض مثلا ان احنا جمعنا بيانات عن منطقة شمال مصر مثلا، بدل ما نجمع البيانات عن المدينة بتاعتنا او المحافظة بتاعتنا. دايما احنا بنوصف المناخ بان احنا بنذكر متوسط درجة الحرارة او متوسط الهطول. تعالوا ننظر كده لبعض البيانات المحلية عشان نعرف اكتر عن الفرق بين الطقس والمناخ، وبتعرض المخططين بتوعك اللي انت قلنا عليهم في التحضير بتاع الدرس. هتعرض مخططات معدة مسبقا لبيانات محلية عن حالة الطقس لمدة اسبوع والمناخ لمدة عام. هتقول لي طب المخططات دي هتشمل ايه والكلام ده؟ هنقول حالا دلوقتي انظروا الى هذين المخططين. انت بتقول للاولاد يعني، مين يذكرنا بموضوع المخططات؟ مين يجيب منكم؟ طب عليه يعني يخبرنا وصل للاجابة من اي مكان في المخططات بتاعتنا. هيشاركوا الاولاد ملاحظتهم، وده حتة كويسة جدا ان الاولاد يشوفوا المخططات ويلاحظوها والعلامات والعناوين والانماط ويعملوا مقارنة. دي طبعا بتدربهم على مهارة التفكير الناقد. هنقول لهم بذلتم مجهود رائع في ان انتوا تعرفتوا على المعلومات الاساسية في المخططين دول. تعالوا نتعرف اكتر. المخطط الاول بعنوان الطقس بيوضح لنا ايام الاسبوع ودرجة الحرارة اليومية.
المخطط الثاني بعنوان المناخ بيوضح لنا شهور العام ومتوسط درجة الحرارة اليومية. برأيكم ايه معنى كلمة متوسط درجة الحرارة اليومية؟ سمعتوا كلمة متوسط دي قبل كده؟ ونشوف الاولاد من خلال عصي الاسماء هل سمعوا عنها ولا ما سمعوش عنها. طبعا احنا مش هنتعرض للرياضة لان هم ما درسوش الحتة دي في الرياضة، يعني عشان كده بيقولك ملحوظة ممكن تكون كلمة متوسط مألوفة، يعني عارفينها كده، وحتى لو هم مش عارفينها في الرياضة لكن كمعلومات عارفينها. مش محتاج التلاميذ ان هم يعرفوا المتوسط الرياضي بالمعنى اللي احنا فاهمينه، او قد لا يكونون قادرين على ان هم يحسبوه. كل اللي احنا محتاجينه بس ان هم يفهموا ان متوسط درجة الحرارة هو درجة الحرارة اللي بتقترب من المتوسط في منطقة معينة، زي ما بنقول مثلا متوسط هطول الامطار والسلوب مثلا. بامكانك توضح كيفية البحث عن متوسط بشكل مرئي كده على خط الاعداد زي ما هنشوف دلوقتي بالعرض المفهوم الرياضي، وفي المرحلة دي ممكن حتى يفهم التلميذ بس يعني ببساطة كده على خط الاعداد عشان يفهموا العلاقة بين المتوسطات والمناخ، انهم يعني المتوسطات في الرياضة وعلاقتها بالمناخ، يعني ربط العلوم بالرياضيات، يعني يدركوا الحتة دي. هتتعرفوا اكتر على كلمة المتوسط العام القادم ان شاء الله سنة رابعة في مادة الرياضيات، هناخد المتوسط. لكن في الدرس ده احنا المقصود بكلمة متوسط درجة الحرارة هو درجة الحرارة المتوسطة تقريبا لاكتر الارقام شيوعا في نطاق معين. يعني على سبيل المثال اذا عرفتم مثلا ان اسوان في شهر يوليو بتبقى درجة الحرارة بتاعتها 41، والله بتوصل 45 و50 الحقيقة، يعني 41 درجة مئوية. فده بيعني ايه؟ بيعني ان درجة حرارة معظم ايام الشهر ده، شوف حرارة معظم ايام الشهر 41 درجة، لكن نلاقي باقي الايام بتتراوح بين 37 درجة و46 درجة. طب لكن الغالب هو 41 درجة مئوية. ياريت تشرح مبدأ المتوسط ده بان انت تكتب ارقام على خط اعداد عشان يتأكد التلاميذ من رؤية مبدأ المنتصف بعينهم. يعني مثلا مخطط زي ده وتبدأ تكتب من 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 زي ما هو قال من 37 الى 46. طب فين اللي في المنتصف هنا او المناسب معانا؟ اللي هو دي اللي هي مكتوب تحتها، يعني تكتب الاعداد حضرتك دي اللي هي 41، هو ده نقول عليه المتوسط تقريبا للكلام بتاعنا اللي احنا بنتكلمه. بيستخدم علماء الارصاد الجوية معدل درجة الحرارة عشان يوصفوا مناخ احدى المناطق او المواقع. ودلوقتي اتكلمنا باختصار عن الطقس والمناخ، تعالوا نقارن بين المبدئين دول عشان نفهم اوجه التشابه والاختلاف اللي موجودة بينهم، بين الطقس والمناخ في تشابه وفي اختلاف بينهم. كونوا ثنائيات، افتحوا كتابكم على صفحة الطقس والمناخ، كمل المخطط بتاع شكل فين عشان تقارن بين الطقس والمناخ، واكتب تعريف لكل من الطقس والمناخ. ابحثوا عن تلميذين اخرين عشان تشاركوا معاهم التعريفات بتاعتكم وتشرحوا لهم افكاركم. هنا انضمام التلاميذين التانيين دول لمشاركة التعريفات وشرح الافكار ده بيوفر فرصة لتدريب برضو المهارة الحياتية اللي هي مهارة التفكير الناقد. تعالوا ندخل على صفحة الكتاب بتاعنا ونشوف الجزئية دي موجودة في الكتاب ازاي. هو جايب المناخ والطقس صفحة 140 الدرس الثالث، بيقول له اكمل مخطط بين عشان تقارن بين الطقس والمناخ، وبعد ما تخلص اكتب تعريف للطقس ايه والمناخ ايه. هو جايب دايرة خدناها طبعا قبل كده وقلنا ان الجزء اللي هنا خاص بالطقس والجزء اللي هنا خاص بالمناخ، وهنا المشترك بينهم اللي موجود فيهم هما الاثنين. هنبدأ بالطقس، هنقول زي ما شرحنا دلوقتي ان هو حالة الجو في فترة قصيرة. طب والمناخ اللي هو هيبقى هنا ده حالة الجو متوسط، بقى حالة الجو، خدوا بالكم من كلمة متوسط هنا، متوسط حالة الجو في فترة طويلة. ايه اللي مشترك بين الاتنين؟ ان حالة الجو بتشمل ايه؟ اللي بتشمله ده موجود في الاتنين،
يعني هما الاثنين الطقس والمناخ بيتكلموا عن حالة الجو من حيث الضغط والرياح والحرارة والامطار. يمكن تكون الضغط الاولاد ما خدوهاش، ممكن تشيلها وتقول بس الرياح والحرارة والامطار، لكن هو طبعا الصح ان هي بتتقاس بالحاجات دي كلها، الضغط بنقيسه والرياح بنقيسه والحرارة والمطر بنقدر القيم او الدرجة بتاعتها ايه. طيب تعريف بقى الطقس ايه هو؟ وصف لحالة الجو خلال فترة زمنية قصيرة كساعة او يوم او اسبوع، ممكن تقول كدقيقة كمان. طب والمناخ؟ متوسط حالة الجو خلال فترة زمنية طويلة، ممكن تكون شهر او فصل او سنة. دي كانت الصفحة الاولانية. قبل ما ندخل على الصفحة اللي بعدها اللي هي منطقتك انت، هنبدأ نوضح للأولاد جزئية، هنقول لهم انتوا بذلتوا مجهود رائع في التعريف بتاع المفهومين المهمين وفرقتوا بينهم. اخبروا الآخرين ان الأشياء اللي انتوا تعلمتوها دي بتساعدكم على التذكر، لما تخبروا غيركم هتتذكروا أكتر المعلومات دي. لتتخيل مثلا في لك قرايب بيعيشوا في مكان بعيد وهم عايزين يجوا يزوروك، يا ترى ازاي هتوصف لهم المناخ؟ استعين بوقت كده فكر فيه وافتح صفحة المناخ المحلي عشان تقرأ الارشادات وتعمل مع زميلك المجاور عشان تكمل الصفحة. هنستخدم البيانات المتاحة لنا احنا لوصف المناخ بتاعنا اللي موجود في منطقتنا ونرشح افضل وقت للزيارة. ملحوظة لك انت هنا، تتطلب دراسة المناخ دايما تحليل بيانات طويلة الامد والقدرة على تعرف الانماط، وده يبقى صعب علينا لان عشان نرصده عايزين وقت طويل، ففكرة التفكير الحاسوبي هنا بتريحني جدا في ان انا اتعرف على الانماط ووسع نطاق فهم التلاميذ للمهارة دي بان انا اشجعهم على تخيل استفادة العلماء بتوع الارصاد الجوية من ان هم بيستفيدوا من اجهزة الكمبيوتر في تحليل وتحليل البيانات بتاعت المناخ لمدة سنوات او عقود، بيجيبها لك مرة واحدة بدل انت ما تقعد تستنى السنوات دي عشان تجيبها يكون ولادك وصلوا الثانوي. طب تعال نشوف الصفحة اللي هي صفحة 141، بيقول له اوصف المناخ المحلي لقرايبك اللي بيعيشوا بعيد وعايزين يزوروك. المنطقة بتاعتك ايه هي؟ ومتوسط درجة الحرارة فيها ايه؟ ومتوسط هطول الامطار فيها ايه؟ نفترض مثلا خط اسوان مثلا، المنطقة هي اسوان، درجات المتوسط بتاع درجة الحرارة في الفترة اللي هيجوا يزوروني فيها دي 35 درجة مثلا، يعني في شهر يناير اللي هو بتكون في برودة شديدة في باقي المناطق عندي بيكون 35 درجة. طب متوسط هطول الامطار؟ لا دي بنشوفها مرة او اتنين في كل 5 سنين، فعشان كده بنقول عليها نادرة. طيب برضو هنقول افضل وقت للزيارة يجوني امتى؟ يجوني في شهر يناير. اشمعنا شهر يناير؟ عشان درجة الحرارة ملائمة للزيارة والامطار نادرة وسطوع الشمس والرطوبة يعني نسبية منخفضة، ما هيش مرتفعة ولا اعلى من المتوسط كمان. طيب بعد كده بنقول لأولادنا في الختام دايما بندربهم على ان احنا نشجعهم على التفكير والتأمل والمشاركة والاستماع، وده يبقى نشاط عادي يومي عندهم. هنقارن دايما او النهاردة يعني قارنا بين افكار مختلفة بتتعلق بالطقس والمناخ، ووضحنا اوجه التشابه والاختلاف. اذا كنتم علماء ارصاد جوية، اي من الافكار اللي بترغبوا في دراستها؟ هل بتعجبكم فكرة ان انتوا تتوقعوا الطقس للمستقبل القريب؟ هل تعجبكم فكرة دراسة مناخ لزمن معين؟ التفتوا كده لزميلكم المجاور واتكلموا معاه، يشاركوا الافكار والتفضيلات مع الزميل المجاور. وبكده يكون وصلنا لنهاية لقائنا النهاردة. شعار القناة موجود هنا، المسوا هتظهر كلمة اشترك، اضغط عليها يزيد العدد 1، لكن كده اشتراكك اشتراك غير فعلي. عشان يكون اشتراكك فعلي لازم تضغط على الجرس وعلى كلمة الكل عشان تضمن يجيلك اشعار باي فيديو ينزل على قناة محمد عبدو. قناة محمد عبدو موجودة حروفها بنفس الاسم كده بالشكل
بالشكل ده تحت الفيديو، لو ضغطت عليها هتدخل على القناة نفسها، تختار قوائم التشغيل، في قوائم التشغيل اختار المادة والصف اللي انت عايزه واضغط عليها، تتفتح معاك الدروس بالترتيب. بالاضافة لان احط لك هنا رابط الدرس اللي فات، وده طبعا موجود تحت الفيديو برضو، رابط الدرس السابق ورابط الدرس التالي. هحط لك هنا قائمة تكتشف اللي لو ضغطت عليها هتتفتح معاك الدروس بالترتيب، واذا كنت بتدي الرياضيات هتضغط على القائمة موجودة هنا هتتفتح معاك الدروس من اول درس لاخر درس، لان احنا خلاص خلصناها. تحت الفيديو على طول هتلاقي هاشتاجين، لو ضغطت عليهم واحد الرياضة واحد اكتشف هتتفتح معاك الدروس بالترتيب. بالاضافة لان جنب عنوان الفيديو، جنب عنوان الفيديو في رابط لقناتي براعة مبدعة اللي هي موجودة في الشريط ده قدامنا بالحروف الانجليزي بالشكل اللي فوق ده موجود، هتلاقيها موجود، تضغط عليها تدخل على القناة دي، دروس ومراجعات الترم الثاني يساعدني اشتراكك فيها. وبرضو جنب العنوان هتلاقي قناة معلم الرياضيات، دروس ومراجعات، مراجعات من خارج الكتب من كيجي الى تلت اعدادي، يسعدني اشتراكك في قنوات التلاتة. وبكده يكون وصلنا لنهاية لقائنا النهاردة، اشكركم مع اطيب تمنياتي بالتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.